هلا والله وأهلا وسهلا فيكم. حلقة اليوم حنتكلم عن قطاعات الاستثمار في الأسواق الأمريكية. طبعا في 11 قطاع وقسمنا لكم هذه القطاعات الـ 11 على أحسن أداء في 2020 إلى الأسوأ أداء في 2020. مهم جدا أنه تعرف أداء القطاعات قبل ما تستثمر عشان تكون عندك النظرة عند الاستثمار. أبغاكم تتخيلوا شخص يبغى يشتري سيارة مستعملة، وهذا الشخص ما يعرف أي شيء عن السيارات، بس يبغى سيارة قيمتها المالية كويسة، محركها قوي، وتعيش معاه لفترة طويلة، وخدمتها رخيصة. طيب هذا صاحبنا عجول وما عمل أي دراسات عشان يشتري السيارة، راح لأول معرض واشترى سيارة. تتوقع هذا الشخص قراره صحيح ولا خطأ؟ أنا من وجهة نظري هذا الشخص جاب العيد. مهم جدا أنه تعرف القطاعات المختلفة عند الاستثمار، خاصة أنه كثير من المنتجات اللي في الشركات والقطاعات في الأسواق الأمريكية أكيد أنت مستخدم لبعض منتجاتهم. خلينا نبدأ بالقطاع الأفضل أداء في 2020، قطاع الانفورميشن تكنولوجي أو قطاع التكنولوجي. طبعا كل هذه القطاعات اللي حنتكلم عنها فيها فروع كثيرة. في كل قطاع تلاقي مثلا قطاع التكنولوجي عنده 4 فروع رئيسية. الفرع الأول اللي يسموه consumer equipment أو المنتجات الإلكترونية زي شركة أبل. فرع آخر من هذا القطاع الديتا كلاود، اللي مثلا تلاقي شركة زي شركة أمازون عندها الأمازون ويب سيرفيسز، أو عندك شركة مايكروسوفت شيء عندها منتج اسمه أزور في الكلاود. طبعا الفرع الثالث من هذا القطاع السيمي كوندكترز، مثلا من أكبر الشركات تايوان سيمي كوندكتر، أو لمحبين الجيمينج عندك شركة إنفيديا. الفرع الرابع والأخير في هذا القطاع اللي هو يسموه السوفتوير أو الانتربرايز، وهذه الشركات في منها كثير، منها مثلا سلاك، منها سيلز فورس، منها مايكروسوفت وغيرها الكثير في هذه الشركات. تخيلوا 20% من الأسواق الأمريكية بتتحكم فيها 5 شركات. شركات التكنولوجي هي اللي بتأثر على الأسواق، و20% من قيمة الأسواق الأمريكية في هذه 5 شركات. والآن أصبحت شركات التكنولوجي هي تقريبا بتسيطر على العالم، وهي بدأت الآن اللي يقدر يسيطر على التكنولوجي يسيطر على العالم. فعشان كده تلاقي في مرحلة حرب كبيرة بين أمريكا والصين على شركات التكنولوجي، وأصبحوا هذول البلدين هم أكثر بلدين مسيطرين على عالم التكنولوجي. تلاقي مثلا عندك أمازون في أمريكا، بس عندك علي بابا في الصين، أو تلاقي مثلا عندك فيسبوك وعندهم هم تنسنت وغيرهم الكثير. خلينا نشوف الجراف اللي قدامكم وحيبين لكم أداء الانفورميشن تكنولوجي ضد الاندكس حق الاس ام بي 500. قبل ما نخش في هذا الجراف خليني اشرح لكم هذا الجراف ايش يعطيك فكرة. زي ما تكلمنا في الحلقات الماضية انت تقدر تشتري المؤشر العام للسوق، فلما تشوف قطاع يعمل افضل من الاسواق او الاندكس حق السوق اعرف انه هذا القطاع جاب ارباح اكثر بكثير من المؤشر، فبالنسبة للمستثمرين هذا يعتبر استثمار ناجح. اول ما تشوف قطاع جاب اقل من سعر السوق اعرف انه هذا القطاع قطاع سيء كان هذا السنة. فمهم دائما البنشمارك او بياخده البنشمارك هو اداء القطاع ضد السوق او ضد المؤشر العام. مهم جدا انه تكون عارف هذا الشيء. حتى مثلا لما تبدأ تستثمر انت، ادائك انت والمحفظة الاستثمارية حقتك لازم تقارنها بالمؤشر العام. إذا أدائك أفضل من المؤشر العام يعني استمر باللي أنت بتسويه، إذا جاء أقل من المؤشر العام يعني أنت اللي بتسويه خطأ، وأفضل لك أنه تشتري المؤشر العام وتريح راسك. زي ما أنتوا شايفين قطاع التكنولوجي دمر الـ S&P 500 أفضل بكثير من أداء الـ S&P 500. 41% قفل، يعني لو استثمرت 100,000 كان رجع لك 41,000، يعني تقريباً ضعف اللي رجعوا الـ S&P 500. شوفوا في الجراف كمان العشر سنوات الماضية، أداء التكنولوجي سيكتر في العشر سنين الماضية أكثر من ضعف الأداء الـ S&P 500. وزي ما قلنا بالكومباوند انترست هذه الأرقام تتضاعف بشكل كبير جدا جدا. هسألكم سؤال مهم وحجاوب على هذا السؤال.
ليش يا ترى شركات التكنولوجي مسيطرة على العالم؟ وأفضل الشركات اللي ممكن تستثمر فيها هي كانت شركات التكنولوجي. أول سبب من وجهة نظري شيء يسموه disruptive innovation، يعني تلاقي شركات التكنولوجي تخش في قطاع وتلخبط فوقا عن عقب. خليني أديكم مثل شركات السيارات أو الإلكتريك فيكلز، دخول تسلا لعالم السيارات لخبط كل أوراق شركات السيارات، والآن أصبحت مثلا شركة تسلا قيمتها فوق أغلب، لو جمعت كل السيارات أفضل 10 شركات سيارات قيمة تسلا أعلى. هذه يسموها disruptive innovation. السبب الثاني إنه معروف عن شركات التكنولوجي النمو فيها مرة عالي. لو تأخذ الشركات العادية متوقع النمو فيها 7-10%، شركات التكنولوجي تعدي حتى 30%، فالنمو في شركات التكنولوجي مرة عالي، فعشان كده الناس تبدأ تشتري فيها بشكل كبير. السبب الثالث اللي هو يسموه الـ 360. وإيش الـ 360؟ خليني أديكم مثلا شركة أبل. شركة أبل لما تعطيك منتج تديك مثلا الآيفون، بس تعمل لك المنتج هذا بحيث أنه أنت لازم تشتري منتج آخر. تبدأ مثلا تخش تشتري منتج التليفون، بعدين تبدأ تخش في الكلاود، بعدين تبدأ تخش في الأبل باي، بعدين تبدأ تخش في الجيمينغز حقت أبل، بعدين تخش في الميوزك حقت أبل، بعدين تخش مثلا بالأبل أبل تي في وغيره الكثير مثلا، وبعدين تخش في المنتجات حقت أبل، مثلا تشتري السماعات حقت أبل، تشتري الساعة. هذا يسموها الـ 360. أول ما تشتري المنتج خلاص المنتجات الأخرى كلها لازم تشتريها، وكلها لينكت بالأبل آي دي حقك. هذه مهمة جدا، وما يعني يعملها بالطريقة الصحيحة إلا شركات التكنولوجي. الرابع واللي أنا أسميه ستيكي بزنس، ما أعرف إيش ترجمتها بالعربي، يعني العربي حقي على قدي، بس خلينا نترجمها نسميها بزنس اللي يلصق، اللي لو دخلت ما حتطلع. ومين يسويها هذه بشكل عظيم؟ هذه الشركات، شركات زي مثلا اللي يسموها الانتربرايز كومبانيز او السوفت وير كومبانيز، زي مثلا شركه مايكروسوفت. مايكروسوفت ايش فكرتها؟ لما تبدا تشتغل بالمايكروسوفت اوفيس، الاكسل والباوربوينت، عندك كل سنه في تجديد، واللي استخدمها مره ما حيغير استخدامها وحيبدا يستخدمها، ففلوسها سنويه قاعده تندفع. فهذه يسموها الستيكي بزنس، وما يقدر يسويها بطريقة هذه إلا شركات التكنولوجي. ونقطة خامسة ندوبها جات في بالي ونسيت أقولها، شيء يسموه البروفيت مارجنز أو المارجنز من كل أنواعها. خليني أشرح لكم موضوع المارجنز بكل سهولة. تخيلوا أنه عندكم منتج ب$100، طيب هذا المنتج عليه تكلفة، عليه موظفين، عليه ريسيرش اند ديفلوبمنت، عليه أشياء كثيرة. لما نتكلم البروفيت مارجنز يعني بنتكلم النت الأخير، الرقم الأخير اللي بيطلعوه من هذه البيع، بيع المنتج. مثلا عندك مثلا محلات السوبر ماركت، مثلا كل $100 يبيعوا بيكسبوا $3 منها، تخيلوا فقط $3. تيجي على مثلا شركات السيارات، مثلا باعت بمية مربحها 7 أو 10% تقريبا. لما تيجي مثلا على شركة زي شركة أبل، أنت بتتكلم لو باعوا بمية عندك 26، فالمارجنز حقهم البروفيت مارجن 26%. شركات مثلا شركة زي فيسبوك 36% البروفيت مارجنز. فتعتبر لو تأخذ الشركات الأخرى الغير تكنولوجي تلاقيها الرينج حقها بين 5 إلى 15%. شركات التكنولوجي أكثر من 25% وحتى فوق، يعني ممكن توصل 30% وحتى أحيانا توصل 40%. فالمارجنز هذه تفرق كثير في النت بروفيتس حقت الشركة. خليني أديكم نظرتي الآن ل2021 في قطاع التكنولوجي. طبعا صارت الأسعار شركات التكنولوجي مبالغ فيها بشكل رهيب، وأنا أتوقع أنه سنة 2021 ما حتكون السنة المثالية لشركات التكنولوجي. مو لأنه الشركات مستواها حتقل أو نموها حيقل، بسبب صارت أسعارها وقيمتها المالية مضاعفة بشكل كبير جدا. فمن المتوقع أنه يصير في شيء اسمه ريبالانس
يطلعوا الناس شوية من شركات التكنولوجي ويحطوها في القطاعات الأخرى. وهذا اللي أنا بدأت أسويه في 2021، خففت شوية الالوكيشن من التكنولوجي وبدأت أحطها في قطاعات أخرى. خلينا نشوف تاني أفضل قطاع أداء في 2020، قطاع الكونسيومر ديسكريشنريز أو المنتجات الاستهلاكية الغير أساسية. طبعا وهذه الشركات كثيرة، وخلينا نتكلم عن فروع هذا القطاع. عندك شيء يسموه الأوتو بارتس أو قطع الغيار، الأوتوز أو السيارات، هوتيل إن ليجرز الأوتيلات ومدن الملاهي والسينمات والكروز لاينز، المولات، الريتيل أونلاين بيزنس مثلا مبيعات عبر الإنترنت، وغيرها الكثير من الشركات. خلينا نشوف الجراف اللي قدامكم هذا. زي ما انتم شايفين الكونسيومر ديسكريشنريز مقارنة بالاس ام بي 500 اندكس قفل 26% مقارنة ب 17% للاس ام بي 500، رقم كبير. وكان الاستثمار في الكونسيومر ديسكريشنريز ممتاز في فترة 2020، في الاخر 10 سنوات ربحت المعركة بشكل كبير الكونسيومر ديسكريشنريز 357% مقارنة بس بتقريبا 200%. يعني الاستثمار في الكونسيومر ديسكريشنريز في آخر 10 سنوات كان استثمار ناجح 100%. نسأل السؤال، ليش هذا؟ إيش السبب؟ طبعا معروف عن هذا القطاع الكونسيومر ديسكريشنريز إنه ينمو مع نمو الاقتصاد. إذا الاقتصاد بيرتفع هذا القطاع بيرتفع، إذا صار في ركود في الاقتصاد هذا القطاع صار في ركود. طيب إيش صار؟ خليني أديكم إيش صار في الكوفيد 19. هذا القطاع وقت فبراير ومارتش تأثر بشكل كبير جدا، ممكن نزل تقريبا 50%، من أكثر القطاعات اللي تأثرت، ومنها كثير من الشركات كانت خايفة إنه تفلس. تخيلوا كثير من الشركات حتفلس، وخاصة وقتها كان في شركات الأوتيلات، شركات الكروز لاينز. شركات الكروز لاينز تخيلوا إنه عشان كانت تنقذ نفسها راحت وتستلف فلوس، وتخيلوا الفوائد اللي كانت تدفعها على هذه الديون اللي بياخدوها 10%، والآن يقدروا ياخدوها 1%. يوريك مرحلة التخوف في هذا القطاع كان عالية جدا. وطبعا في مرحلة الكوفيد نزل نزلة كبيرة زي ما قلنا 50%، بس مع الثقة الزيادة والحكومة الأمريكية قالت إنه الأسواق حندعم الأسواق، هنا بدأ يرتفع هذا القطاع، خاصة في شركات الأوتوموبيل زي تسلا أو أمازون، مع إنه هي شركات تكنولوجي بس محطوطة في هذا القطاع. وهذه الشركتين رفعت القطاع بشكل كبير جدا في هذيك الفترة، إلى أن جاء الفاكسين، وهنا بدأت تتحرك شركات الأوتيلات والسينمات والمولات والمدن الملاهي، ارتفعت بشكل كبير جدا. بس تخيلوا إلى يومك الآن هذه الشركات اللي تكلمنا عنها لسه ما وصلت البوتنشل حقها اللي قبل الكوفيد. يعني مثلا تلاقي شركات الكروز والسينمات والمولات لسه أقل ب50% مما كانت قبل الكوفيد، ففيها لسه هذا القطاع شوية بوتنشل. بس يخوف في هذا القطاع أيضا إنه إذا كان في نزول في النمو الاقتصادي حيتأثر هذا القطاع بشكل كبير. غطينا لكم قطاعين من قطاعات الأسواق الأمريكية، يبقى عندنا 9 حنغطيها في الحلقات الجاية. بس قبل ما نقفل حلقة اليوم لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا عندكم ملاحظات حطولنا في الكومنتس. شكرا وإلى اللقاء.